Time this happens as well. قلت له طيب هل تذكر طوال التاريخ القديم أو اليوم أن عالما من علماء المسلمين تحول نصرانيا؟ Then I asked him that, okay, have you ever heard before or now, in the past or present, that one of the great scholars of Islam has left Islam and gone to another faith? He said, no. Then I said, why? قال لا فقلت لماذا؟ كيف ترجم هذا؟ Wallahi, thank you very much, Yaakhi. جزاك الله. تبغى نقلبها ترى ممكن يا شيخ. فعلا قلت له لماذا واي لماذا أنتم علماؤكم يتحولون مسلمين ونحن علماؤنا لا يتحولون نصارى لماذا؟